السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يا مرحب بكم. النهاردة هنشرح طبعا، هنكمل ده الفيديو الثالث لجهاز شرح جهاز جي بي اس تريمبل التجميعة. فشباب الفيديو ده هنشرح فيه ازاي بيتم بقى الربط في الكنترولر بتاعي بالبيز وبالروفر والبيز، وهنعرف ازاي بيتم الربط ما بينهم، هنعرف ازاي بنرفع، وهنعرف ازاي بنوقع، وهنعرف ازاي بنسحب الداتا في نفس الفيديو دوت على طول. خلاص، هما يبقوا ثلاث فيديوهات موجودين في قائمه تشغيل واحده. ف يلا بينا نروح بس للظل، لان احنا في الشمس، هنروح للظل كده وعشان تشوفوا الايه الشاشه بتاعه الكنترولر واحنا بنربط البيز والروفر ببعض. تمام، دي يا شباب طبعا الشاشة الرئيسية بتاعتنا اللي بيظهر فيها. انا بخش على جنرال سيرفي، دي طبعا الشاشة دي بتظهر لك يا شباب اول ما تفتح الايه زر الباور دوت. تمام، هتخش الاول تختار الجوب، تعمل عاوز تفتح اوبن جوب مفيش مشكلة، هتعمل نيو جوب، هتكتب هنا مثلا تاريخ ايا كان، هكتب مثلا احمد، تمام، اندر سكول مثلا النهارده تاريخ 30، كام 5 مثلا. خلاص، وهنا بتحدد طبعا اللي هو الزون بتاعك، الزون 38، انا في زون 38 هنا قريب من الرياض، واليو تي ام بتاعك. خلاص، وتروح جاي قايل انتر، تروح جاي قايل اكسبت، الجوب عندك اهو بيظهر فوق. تمام، تبدا تروح جاي عامل هنا، اول ما تخش على ميجر. خلاص، بعد ما تحدد الجوب بتاعك وتحدد الزون بتاعك وتختار النظام بتاعك العالمي، تخش على ارت، مالناش دعوه بستاتيك، ده كده الشغل احنا بنشتغل رصد لحظي. تخش على ارت كي، اول حاجه بنعمل كونكت ما بين الكنترولر دوت وما بين الايه البيس. اروح جاي قايل ستارت بيز ريسيفر، هو اللي عنده، هو بيعمل كونكت عن طريق السير نمبر، هو عمل ايه كونكت ستارت. هنا يا شباب بقى انت بتدخل له النقطة بتاعتك. تمام، بتدخل له اول حاجة رقم النقطة، وتروح جاي هنا متك على السهم اللي هي الجانبي هنا، وتخش هنا. هنا لو موجود، لو عندك النقطة موجودة على الليست مفيش مشكلة، بتخش تجيبها من جوه. لو عاوز تعمل لها بحث على من على الذاكرة مفيش مشكلة بتجيبها. لو عاوز تعمل لها ايه دخول يدوي كي ان. خلاص، هنا بوينت نيم واحد الكود بتاع النقطة. انا عندي هنا عامل مكتبة اكواد مسميها احمد تكست مثلا، هكتبها، هي مش موجودة عندي رقم النقطة اللي هي، انا بكتب مثلا تي بي واحد. تمام، وراح جاي قايل له انتر. خلاص، هنا شباب انت بتدخل احداثيات النورسنج الاستنج الاليفيجن مفيش مشكلة، لكن انا هشتغل هنا هير، والهير دي طبعا انت ما تشتغلش بيها لان فيها نسبة خطأ ممكن من متر 2 متر، ممكن توصل لتلاتة متر كمان. فانا هشتغل هير اللي هو بيجيب لي البيز بتاعي، بيجيب لي الاحداثيات، يعني بيلقط الاحداثيات اللي النقطة واقف عليها دي، بس بيبقى فيها نسبة خطأ كبيرة. تمام، راجع قايل له هير، هو جاب لي الاحداثيات اهي يا شباب، الاستنج والنورسنج والالفيجن بتاع الايه النقطة اللي البيز واقف عليها. وراح جاي قايل له ستارت. لو تلاحظ هنا يا شباب عدد الاقمار اهوت اللي هو جايبها 19، وهو بيواصل بالستلايت، وهنا لسه الايه عندي ما دخلتش ارتفاع البيس. تمام، واقول له ستارت. هنا بيقول لي دخل لي ارتفاع الانتنه هايت. الانتنه هايت بتم ارتفاعها ازاي يا شباب؟ هنعرف ازاي. تمام، هنا يا شباب اهوت بقيس الارتفاع من النقطه تحت دي، بقى نديم كده من تحت. تمام، اطلع فوق كده نجيب لغايه هنا يا شباب، بس الارتفاع هنا بيبقى مختلف لغايه السنتر هنا،
الحز دوت ما بين الابيض والرصاص، تمام. فهنا الارتفاع متر 80 كام؟ 88 وكام؟ وخمسة. 88 وخمسة ملي، تمام. يبقى متر 88 وخمسة ملي، خلاص. يبقى كده الارتفاع بتاعي انا جبته بركبه في الايه، في الانتن هايت اللي هو الارتفاع البيس بتاعي. بحط هنا ارتفاع الانتن هايت يا شباب، احنا قلنا اللي هي متر بوينت كام؟ 88 5 مللي، تمام. بس هنا بكتب هنا مش بوتون اوف، انا ما باخدش من تحت، انا باخد من السنتر. يعني بكتب هنا، بتك هنا على العلامه دي وبكتب حاجه اسمها بوتون اوف نوتشيز، تمام. خلاص بختار الايه، لان خلي بالك عشان ديت هيبقى في فرق كبير. لو انت اخترت من بوتون انت بتجيب من تحت راس اللي هو اللي انا قلت لكم عليه، راس الراس اللي موجود عندك اللي هي راس البيز او راس الايه الروفر، لكن انا هختار بوتون اوف ايه انشيز، تمام. هنا عادي بقى بتسيب دي زي ما هو. هنا بيقول لك اهوت الارتفاع اهوت بتاع البيز، وتروح جاي قايل له خلاص بعد ما تدخل كل حاجه بتروح جاي قايل له ايه ستارت. هو بيعمل ستارت اهو يا شباب، وتروح جاي قايل له اوكي، تمام. بتخش برضك على ميجر، وبتخش بقى عاوز ترفع بقى، هنخش على الرفع دلوقتي يا شباب، هنرجع باك كده شويه. خلاص هو بيطلعك اهوت على انت كده ربطت ربطت كده البيز، دي اهم حاجه نقطه. بخش على ميجر الرفع، ازاي اعمل رفع؟ اروح جاي داخل على ميجر هنا، وداخل ماليش دعوه بالستاتيك، داخل على ار تي كي بردك، وداخل هنا انا عملت الاول ستارت بوينت ريسيفر، خلاص دي المرحله دي انتهت. دلوقتي بخش هنا على ميجر بوينت، هو بيعمل كونكت اهوت ما بيني الكنترولر وما بين الايه الروفر عندي، ما بين الكنترولر وما بين الروفر عندي عن طريق البلوتوث. هنا ستارت اهوت، تمام. هنا يا شباب هو جايب لك هنا عدد الاقمار، هنا جايب لك تلاحظ هنا الراديو شغال عندك اهو. بص الحته دي مهمه، الراديو لازم تتاكد من الراديو، لو ما اتاكدتش من الراديو هتلاقي العلامه ديت، هتلاقي العلامه بتاعت الراديو ديت يا شباب عليها كده بلوك، او هي عليها نقطه حمراء، تمام. وبيقول لك هنا ارتفاع الروفر هو 2 متر، خلاص دي معلومات الروفر. لو انت نقلت على الروفر هتلاقي معلومات الروفر في الايه في الجنب دوت، لو انت نقلت على البيز هتلاقي معلومات الايه البيز في الجنب ده. خلاص انت بتدخل بقى، انت دخلت اول نقطه اللي هي البيز واحد، وتبدا تدخل الكود بتاعك مثلا بيلدينج، خلاص. وتبدا انت عاوز تختار بقى الايه الرصد بقى لحظي، ريبيت بوينت ديت الرصد اللحظي اللي احنا بنشتغل بيه مفيش مشكله، توب بوينت دي لمده 5 ثواني مفيش مشكله، اوبزرفيشن كنترول بوينت ديت دي كده يا شباب لو انت عاوز ترفع نقطه التحكم في الموقع، يعني نقطه انت هترجع لها والبيز هيقف عليها، دي بتقعد مثلا 3 دقائق بالروفر لغايه لما بيصحح النقطه بتاعته. كاربريتيشن بوينت دي انا ما بشتغلش بيها يا شباب، دي برده خاصه بالنقط اللي هي الايه المحليه بتاعت، بس ما فيش حد بيشتغل بيها، دي خاصه بالنقط المحليه بتاعت بس ما فيش حد بيشتغل بيها. انا بشتغل بالريبيت بوينت اللي هو الرصد الايه اللحظي اللي هي الواحد ثانيه، تمام. وبدخل هنا ارتفاع الروفر بوتون اوف انتنا عند اهوت اللي هو لما ارتفاع الروفر احنا قلنا بوتون اوف انتنا، تمام. هوريكم ازاي يا شباب. بص يا شباب ارتفاع ده ارتفاع عندي الايه الروفر بتاعي اللي هو البول بتاعي ده، بوتون البوتون ده اللي هو من تحت الراس، خلاص البوتون ده هو من تحت الراس، لكن اللي هو البوتون اوف اللي هو نيو نوت تشيز اللي هو من هنا من الحيز دوت. بس ده اللي انا عاوز ايه اوضحه لك في الارتفاع بتاعه والارتفاع بتاعت الايه، عشان دي ناس ايه ممكن تتلخبط فيها، والارتفاع بتاع البيز، لكن ده مختلف شويه، ده مختلف شويه، خلاص. هنروح نكمل ايه، نيجي نكمل. خلاص يا شباب انا دخلت المعلومات عندي اهيت اللي هي خاصه بالرفع، كل حاجه انا محتاجها. بشوف الشريط اللي تحت ده عندي بقى، الشريط ده مهم جدا مهم جدا. شوف يا شباب، شوف نسبه الخطا عندي بتوصل لكام، نسبه الخطا عندي واصل هنا الملالي لواحد سنتي
واتنين ملي على حسب بقى ايه قوة الشبكة، وعلى حسب المكان بتاعك، وبتخش بقى في حاجات كتيرة، وعلى حسب البعد بتاعك. احنا قلنا لو انت في مكان مفتوح ممكن توصل معاك عادي، مفيش مشكلة، ممكن توصل معاك لخمسة كيلو، وممكن وصل لو 5 كيلو من غير راديو خارجي، لكن لو معاك راديو خارجي ممكن توصل ل15 كيلو، 20 كيلو، مرة وصلت معايا ل25 كيلو، تمام. لكن انت لو شغال براديو داخلي وفي مكان مفتوح ممكن بيوصل معاك لتلاتة أربعة كيلو أو أقل من كده كمان، لو منطقة سكنية 2 كيلو آخرك، 2 كيلو ونص، تمام. فدي اللي أنا عاوز إيه أوضحهولك. خلاص الشريط اللي تحت دوت اللي هو RTK fixed، اللي هي النسب الخطأ في الهوريزونتال والفيرتيكال والإيه النسبة الإيه الكلية ما بينهم، هو بيقول لك جايبها لك ملالة هي، تمام. أبدأ إيه أرفع بقى يا شباب، أبدأ أشتغل في الرفع. خلاص انا عاوز ارفع المبنى دوت، بص هوريكم ازاي بيتم الرفع دوت. بص يا ساده، روح للمبنى دوت وحط الايه، يجيب عليه كده. بص ساده راح فين اهو، تمام. نزل يا ساجد تحت، نزل داون، تمام. انا عاوز ارفع المبنى دوت يا شباب، هعمل ايه؟ تعالى كده. خلاص سيد واقف اهو الزاويه او السوكه بتاعه المبنى، واروح جاي قايل له ايه ميجر، اسمع بقى بتقول ايه. Observation store. خلاص النقطه بتاعتك اتسجلت، روح على الزاويه الثانيه، جيبه اهو، راح على الزاويه الثانيه اهوت، تعال هنا، اروح جاي مسجل، انا مسجلها اهوت ايه بيلدينج، تمام. هتني بقى ارفع اللي عندي بقى، اي ظاهرات موجوده عندي يا شباب، ابدا ارفع اي ظاهرات موجوده. تعالى كده عندي ورا كده، جيب كده الموبايل عندي، لو عندي هنا شبك موجود جيب الشبك ده كده، حدود الشبك دوت ابدا ارفعها، في موجود طريقه اهوت ابدا ارفعه، في شنكو ابدا ارفعه، في بيلدنج ابدا ارفعها، ابدا ارفع شبكيه للارض نفسها، يعني اجيب الارض كده نفسها ابدا ارفع شبكيه للارض عندي كلها. ده الرفع، ده الرفع المساحي. الرفع المساحي تعالى كده هجيب بس الايه النضاره. الرفع المساحي بقى يا شباب اللي انت بتنقل الظاهرات اللي موجوده في الطبيعه وبتنقلها على الايه الخريطه اللي هو الاوتوكاد، خلاص ده الرفع عندك. والعكس التوقيع، بتنقل الظاهرات اللي موجوده عندك على الايه الخريطه اللي هو الاوتوكاد او برامج الرسم على الايه الطبيعه. دي اول حاجه في الرفع، تمام. خلاص هننقل ايه على التوقيع كده. كان الرفع انا عندي اهوت لوحه الرفع، ارجع تاني للشاشه بتاعتي اللي هي التوقيع، ازاي بقى ايه اوقع. خلاص يا شباب اللي هو ستيك اوت، اروح جاي داخل على الستيك اوت، الميجر جنبها اهوت، هو ماسك الروفر للرفع، هنا حاطين صوره واحد ماسك الروفر للايه للتوقيع، تمام. انت عاوز توقع ايه، لاينات، ارك، عاوز توقع بوينت، عاوز توقع اليفيجن، عاوز توقع زي ما انت عاوز حابب. عشان كده يا جماعه الجي بي اس هو سيد المعلمين. خلاص هنا بيقول لي اختار لي انت عاوز توقع انه نقطه، انت لو عاوز هنا من السهم دوت من الليست ماشي، عاوز تدخله النقطه يدوي مفيش مشكله، هتروح جاي قايل له كي ان، عاوز تبحث عنها مفيش مشكله، بس انت هتعمل ايه اللي انت هتعمله، هتروح جاي قايل له من الليست عندي انا مسجله عندي، انا عندي النقطه اللي موجوده عندي هي نقطه 4 اللي انا ايه اوقعها، تمام. انا مسجله نقطه 4، اروح جاي عامل له ايه رايح على الستيك اوت هنا في الجنب دوت، جاب لي التوقيع بتاعي. خلاص جاب لي التوقيع هنا، النقطه 4 هي موجوده اهي، ولازما تروح للكروس ده، لو رحت للكروس ده يبقى انت وصلت للنقطه 4 اهو. ساجد معانا اهو، جيب ساجد، جيب ساجد هناك، ساجد واقف هناك اهو بالبريزم، روح يا ساجد ورا، تمام. تعالى كده بص، جيب هنا كده، بص بيقول لك ايه السهم اهوت بتاعك، بيقول لك انت هتيجي الجنوب 3 متر وهتيجي است كام بتاع 77 ايه سنتي، تمام. يعني انت هتتحرك ايه، تعالى بقى اتحرك يا ساجد، اتحرك. بص ساجد خليك هنا، اول ما اتحرك ساجد راح جاي قال لي ايه ان النقطه قربت منك، اتحرك كده يا ساجد حوالين النقطه، حوالين النقطه اهو،
بص النقطه بتتحرك او لازم تروح للكروسي، لو راحت للكروسي دي يا شباب خلاص كده انا كده وقعت الايه النقطه بتاعتي. روح للنقطه للنقطه ساجد، خليك للنقطه، النقطه سوا سوا اطلع. تمام اظبط ميه. بدا ساجد ايه اهو يظبط ميه والنقطه تسبق ايه تروح للكروسيه، مش دقيقه شويه عشان احنا حاطين نقطه كده وهميه بس لازم أن تكون دقيقه. بص الفرق هو بيقول اتحرك في النورس، يعني فيها في النورس كام؟ النورس فيها ممكن اهو اظبط ميه يا ساجد كويس اهو ظبط النورس اهو بالظبط، يعني في حاجه اسمها يعني بيظبط، هو مش ظابط ميه كويس يعني بس هو ممكن 1 سنتي و 3 سنتي في الايه، وبيقول لك اتحرك يعني الملالي دي واتحرك في الاست الملالي دي عشان تظبط معاك الايه النقطه بتاعتك، والاليفيجن بيبقى موجود تحت اهو يا شباب. خلاص كده انت كده بتوقع. خلاص اتحرك كده يا ساجد، امشي يا ساجد، روح باك 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 روح. بص يا شباب بدات النقطه تبعد اهيت عندي وبدا يتحول لي للسهم اهو. قرب كده يا ساجد قرب، كم كم بدا هو تجيب لي شبكه والشبكه دي فيها النقطه. تعالى 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 للنقطه والشبكه دي فيها ايه النقطه، وبدات النقطه عندي اهيت اللي هي 4 هو مسميها لي كمان، راحت للايه للكروس. اظن كده اتفهمت، اظن كده التوقيع اتفهم، مع انه يعني شرح بسيط بس اتفهم. خلاص ده كده يا شباب كان التوقيع. هنخش بقى ازاي نسحب الداتا، ازاي نسحب الداتا ونبدا نشتغل ايه عليها. ده كده يا شباب ازاي بقى ايه اخد الداتا اللي انا رفعتها ديت ابدا احطها على الفلاش ديت. تمام هنا ده بيت الفلاش يا شباب اهو، ده كده البيت بتاع الفلاش، ابدا ادخل الايه الفلاش هنا. خلاص ارجع باك. تمام بص يا شباب اول حاجه انا بعد ما دخلت الفلاش اروح جاي داخل على الايه الجوب، واروح جاي داخل على حاجه اسمها امبورت اكسبورت هنا موجوده اهي، وبعد كده يا شباب اروح جاي داخل على انا عاوز ايه اكسبورت فيكسد بوينت، انا عاوز استخرج الايه الجوب بتاعي ده اكسبورت فيكسد بوينت. تمام خلاص هنا شباب بيقول لي ان انت الداتا اللي هتستخرج دي عندك هي هتستخرج سي اس في اللي هو كوما ديليميتد اكسل، والافضل انت ممكن في كنترولات بتخرجها اوتوكات على طول بتخرجها، ممكن تخرجها تكست وممكن تخرج، بس انا بخرجها سي اس في، وده رقم رقم اسم النيم بتاع الفايل نيم اللي هو اسم الجوب بتاعي من الجنب كده، اتاكد ان في هارد ديسك، الهارد ديسك بتاعي اعلم عليها خلاص اللي هو عشان يروح على الهارد ديسك، وديت انت عاوز تغير هنا في البوينت نيم الفيلد الاول لو عاوز تخليه مثلا الكود، عاوز تخليه 1، عاوز تخلي النورسنج في الثاني، عاوز تخلي الاليفيجن هنا في الفيلد الرابع، عاوز تخلي هنا بوينت كود في الفيلد الخامس، عاوز تغير لو عاوز تعمل تشينج مثلا في النورسنج اهوت انت عاوز مثلا ايه تغير فيه مفيش مشكله عندك متاح يعني انت تغير. تمام خلاص بعد كده بتعمل يعني انت بعد ما تظبط الجوب بتاعك بتروح جاي عامل اكسبت وبتروح جاي قايل اول بوينتس انا عاوز احول كل الايه البوينت اللي موجوده على الجوب على الفلاش، يبدا بيحوله لك على طول، هو على طول حولهولك لان الجوب اللي موجود طبعا بتاع 4-5 نقط، لكن لو الجوب فيه نقط كتيره بيقعد كتير يحمل، وتروح جاي قايل له خلاص هو قالك ترانسفير كومبليت خلاص تم التحويل. خلاص كده شباب تمام كده كده الرف كده التوقيع ازاي تدخل او تسحب الجوب من الايه الكنترولر. خلاص ده الجي بي خلاص يا شباب بكده يبقى انا عملت نصبت الجهاز، عرفت مكونات الجهاز، نصبت الجهاز، قدرت ان انا اعمل كنترول اربط او اعمل كونكت ما بين الروفر والبيز، وقدرت ان انا ارفع واوقع، وقدرت ان انا اسحب الداتا. ده اللي يهمك كاي مبتدئ، اي مبتدئ شغال في الجي بي اس ده اللي يهمه اللي هو يعمله ده في الفتره الاولانيه. يا رب تكونوا استفدتوا، اسالكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.